ثلاث حالات يعني. النوليدج فانكشن باخد الاكستريما تمام. في اكستريما بيبقى اكستريما عاديه من غير اي كيوب بيديها لك تمام، بيديك الفانكشن اوف اكس واي بس ماشي، يقول لك ات ريليتيف اكستريما تمام. بعمل ايه؟ اول حاجه بتجيب هتحل الحاله بتاعتك، اول حاجه بتجيب الكريتيكال بوينت النقاط الحرجه، بتجيب الايه كريتيكال بوينت. بجيبها ازاي؟ بتجيب اف اكس بتساوي الزيرو وتجيب اف واي بتساوي الزيرو، هيديك هنا معادلتين، بتحاول تحل المعادلتين دول مع بعض وتجيب قيم اكس وواي، يبقى دي الايه كريتيكال بوينت. يبقى بجيب الكريتيكال بوينت ازاي؟ بجيب الاف اكس بساويها بالزيرو والاف واي بساويها بالزيرو، هيديني معادلتين، بحاول احل المعادلتين دولت تمام، من خلالها بجيب نقط للاكس والواي، يبقى دي الايه الكريتيكال بوينت بتاعتي تمام كده. يبقى ده اول حاجه بيجيب الكريتيكال بوينت. ثاني حاجه بيجيب حاجه اسمها المميز الدلتا، دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اف اكس اكس في الاف واي واي ماينس اف اكس واي تربيع ماينس اف اكس واي سكوير تمام كده. بعد ما اجيب الدلتا ده هجيب الدلتا عند الكريتيكال بوينت بتاعتي، هجيب الدلتا عند الكريتيكال بوينت بتاعتك. يعني هنا ده ممكن الدلتا دي مثلا تطلع لك 2 اكس مثلا او 3 اكس ايا كان، هتطلع لك هتشيل قيمه اكس وتحط مكانها البوينت اللي انت جبتها هنا في الكريتيكال بوينت ماشي. بعد كده هجيب الدلتا دي عند الكريتيكال بوينت، يعني هتعوض هنا عن قيمه اكس وقيمه واي، هتعوض هنا عن قيمه ايه؟ اكس وقيمه واي ماشي كده. لو لقيت الدلتا دي عند الكريتيكال بوينت كان بزيرو هقول نو ديسيشن، يعني بمعنى كده ان التست ده مش هيعرف يحدد لك هي الاكستريما ماكسيمم ولا مينيمم، هي الاكستريما ماكسيمم ولا مينيمم تمام. يبقى الدلتا لو طلعت بصفر هتقول نو ديسيشن، ما تقدرش تقرر تمام كده. لو الدلتا دي طلعت سالب اقل من الصفر بقول النقطه دي الكريتيكال بوينت بتاعتك دي هي سادل بوينت، الكريتيكال بوينت بتاعتك دي هي سادل بوينت. يعني ايه سادل بوينت؟ يعني نقطه لو بصيت لها من اتجاه السادل بوينت شانسين، هي نقطة لو بصيت لها من اتجاه هتكون ماكسيمم ولو بصيت لها من اتجاه تاني هتكون مينيمم، لو بصيت لها من اتجاه هتكون ماكسيمم ولو بصيت لها من اتجاه تاني هتكون مينيمم ماشي. زي مثلا يعني لو انت عملت صباعك كده مثلا، انت عامل صباعك كده النقطة دي كده، النقطة دي لو انت تاني صباعك كده النقطة دي بالنسبة لك من خلال لو انت بصيت من الناحية دي كده هتلاقيها مينيمم صح كده، ولو بصيت لها من كده هتلاقي النقطة دي في الوقت ده ماكسيمم. زي برضه ظهر الحصان، يعني لو انت متخيلين ظهر الحصان، حصان ظهره كده بالمنظر ده كده، يعني في شكل كده للحصان كظهره، يعني لو انت بص الحصان من ايه؟ من الظهر كده، او بص الحصان من كده هتلاقي الحتة دي كده عند الحصان ماكسيمم، ولو بصيت الحصان من الناحية دي كده هتلاقي الايه؟ الحصان الحتة دي في نفس اللحظة دي لو انت بصيت له من يعني انت لو بصيت له من هنا كده من ظهر الحصان هتلاقي النقطه دي ماكسيموم، ولو بص الحصان مثلا من هنا كده هتلاقي النقطه دي ايه؟ مينيموم ماشي كده. هي فكره جيب صباعك كده واثنين، جيب صباعك واثنين، بص لصباعك من هنا كده يا باشا، جيب صباعك كده وبص لصباعك من النقطه دي كده هتلاقي النقطه دي ايه؟ النقطه اللي فوق دي ايه؟ مينيموم صح كده. طيب صباعك في نفس الوقت بص له من هنا كده هتلاقي النقطه دي ايه؟ ماكسيموم، واخد بالك؟ فهي السادل بوينت هي ماكسيموم من اتجاه ومينيموم من اتجاه تمام؟ عرفت يعني ايه سادل بوينت؟ كشكل يعني؟ وتقدر تخش وتعمل سيرش ويجي لك صور اوضح من اللي انا بقوله ده، تمام؟ يبقى احنا كده قلنا لو صفر نو ديسيشن، لو نيجاتيف يبقى سادل بوينت. طب لو كانت اكبر من الزيرو هتبص على اف اكس اكس عند النقطه، لو لقيت الاف اكس اكس عند النقطه دي اقل من الزيرو يبقى ماكسيموم، ولو الاف اكس اكس اكبر من الزيرو عند الكريتيكال بوينت تبقى مينيموم. تمام كده. يبقى الاكستريم هتمشي بتاعت خطوات، اول حاجه هتجيب الكريتيكال بوينت خش خلص، ثاني حاجه هتجيب الدلتا وبناء على قيمه الدلتا هتقدر تحدد هي ماكسيمم ولا مينيمم ولا دي سادل بوينت تمام. بديني مثال بيقول لي عايز احل ده كده، يبقى اول حاجه هتجيب الكريتيكال بوينت، هتجيب الاف اكس، الاف اكس بتاعه شو هتصير؟ 6 اكس زائد 9 تمام كده، وهتساوي بالايه؟ بالزيرو. يبقى الاكس بكام؟ بماينس 3 على 2 صح كده؟ اللي هو ماينس 9 على 6 اللي هو ماينس 3 على ايه؟ على 2 تمام؟ بعد كده هتجيب الاف واي، الاف واي بكام؟ ب 2 واي ماينس 4 وهتساوي بالزيرو، يبقى الواي بكام؟ ب 2 ماشي كده يا باشمهندسين؟ يبقى انا جبت الاف اكس بصوتها بالزيرو، الاف واي بصوتها بالزيرو، اداني هنا اكس بماينس 3 على 2 والواي ب 2، يبقى دي هي الكريتيكال بوينت بتاعتي.
بعد ما جبت الكريتيكال بوينت هعمل ايه؟ بعد كده انت محتاج تجيب الدلتا. قبل ما اجيب الدلتا هات اف اكس اكس الاول واف واي واي الاول واف اكس واي. الاف اكس اكس بتاعه مش هنصيب 6 والاف واي واي بكام؟ 2 دي 2 والاف اكس واي بكام؟ اف اكس واي انت اتفضل دي بالنسبه ليه؟ الواي او اتفضل دي بالنسبه لاكس الاثنين هم هم هتبقى بايه؟ ب 0 ماشي كده؟ يبقى الدلتا بتاعتك بكام؟ قلنا الهدف ده هتبقى ايه؟ 12 مش كده يعني الدلتا عامه مش مرتبطه باكس ولا واي خلاص مش مشكله يعني انت كده لو كان في هنا اكسات او وايات كنت ايه كنت هتعوض عن ايه عن الاكس والواي في الكريتيكال بوينت بتاعك بس هنا كده كده الدلتا طلعت لك رقم كونستنت الدلتا هنا دي مش هنصيب بوست ولا نيجا دي بوست يبقى بص على الاف اكس اكس لو لقيتها بوست يبقى مينيمم لو لقيتها بوست عند الكريتيكال بوينت يبقى مينيمم لو لقيتها نيجاتيف يبقى ماكسيمم هنلاحظ ان هي ايه بوست برضه يبقى النقطه ايه يبقى دي مينيمم يبقى عند الكريتيكال بوينت دي كده كان مينيمم لو انت عايز تجيب القيمه بقى بتاعه الفانكشنز نفسها هتطلع هنا وتعوض عن الاكس ماينس 3 على 2 والواي ب 2 تمام هو عايز الاكستريم ولا الماكسيمم ولا مينيمم بس مش عايز القيمه لو عايز القيمه هو هو هديش اصلا نعم الخطوه اللي قبلها اللي هي في الصادم مش هحدد ميكس ولا ماينس السام الخطوه اللي قبلها لما بتبدلت اقل من صفر ده ما حددتش ولا هي ماكسيمم ولا مينيمم دي أوه. لا دي بتسيبها كده بس دي بتسيبها بودي بتسيبها كده بس هنا اللي بتعرف ماكسيمم ولا سادي بودي قلنا هي ماكسيمم اتجاه ومينيمم اتجاه مفيش تحديد دي كان شو نصيب النقطه دي عندها ايه المينيمم لو انت عايز تجيب المينيمم فاليو بقى مينيمم فاليو فانكشن هتطلع للداله دي وتعوض عن الايه الكريتيكال بوينت بتاعتك تطلع عن الداله وتعوض عن الكريتيكال بوينت بتاعتك ده معناه ايه في بينفعكوا كرسم بينفعكوا كرسم للدوائر يعني عندك كيرف معين بتعرفي او فانكشن معينه بتعرف من غير حتى ما ترسمي تبقى عارفه ان الماكسيمم بتاعتها بكام والمينيمم بتاعتها بكام كابلكيشن بقى مش عارف ممكن يفيدكم في ايه في امكانيك كابلكيشن هندسي مش عارف دي طبعا ممكن ايه بصراحه موضوع الماكسيمم والمينيمم الفايده بتاعتكم مثلا يعني مثلا لو انت عايز ماكسيمم مثلا ماكسيمم باور ايا كان يعني وعندك داله وعايز تجيب لها اي حاجه ماكسيمم قوم بتفاضل وتساوي للزيرو بتفاضل وتساوي للزيرو من خلالها بتقدر تجيب الايه النقطه اللي عندها ماكسيمم باور فهو الجزء ده احيانا احنا استفدنا منه في الكهرباء في الحته دي يعني احيانا عايز ماكسيمم باور معين او نقطه معينه عندها ماكسيمم كارنت او كده والكارنت له كيرف او كده كنا بنفضله ونساوي بالزيرو من خلال نعرف الايه الماكسيمم من غير ما نقعد نرسمه ماشي عايزين نحل ده عشان نصيب يبقى اول حاجه برضه هنجيب الايه الكريتيكال بوينت وبعد كده من خلالها نقدر نجيب ما تحضروا بال يعني متاخر خلاص احنا قاعدين اصلا هنا بس ماشي مش مستنيكم قالوا انا جاي امال اللي بيتصل بيها ده بيبقى مع نفسه بس ولا جاي بس والله ولا ولا جاي يعني هو اللي بيتصل بيا بيبقى خلاص يعني عرف من نفسه ما بيتكلمش ليه الناس اللي هو ولا قال انا هو خلاص انا فين طيب يا شمس خلاص اقعد يا ناس اقعد مهندس اقعد خلاص يا ناس خلاص اللي طلعوا لك اكتبوا اسمه كده 3 اكس تربيع ماينس 2 اكس 2 اكس واي اكس والاف واي هتساوي سالب 2 واي سالب 2 واي ناقص 2 اكس واي ماينس اكس اي تربيع ماشي كده دي هنساوي بالزيرو ودي هنساوي بالزيرو لو لاحظنا هنا دي كان بيديني معادله اكس بس ومعادله واي هنا معادله اكس واي محتاج احنا ايه نحل المعادلتين دول مع بعض عشان نجيب ميديا بوينت تمام من هنا كده اقدر اقول ان اكس تربيع بتساوي ماينس 2 واي ماشي ودي كانت كام؟ او لو انا كنت ضربت دي كلها في اكس لو انا ضربت الشمسين دي كلها في اكس اللي اعمله ايه هنا؟ اول معادله معايا 3 اكس تربيع ماينس 2 واي اكس ايكوال 0 وماينس 2 واي ماينس اكس تربيع يساوي 0 انا لو انا عملت لو خليت دي زي دي هعرف اقارن هيبقى المقارنه افضل يعني ماشي كده؟ فهضرب دي الشمسين في ايه؟ في اكس هضرب دي في اكس يبقى اضرب دي كده في اكس يبقى عندي ماينس 2 واي اكس ماينس اكس باور 3 ايكوال ايه؟ ايكوال 0 ماشي كده؟ يبقى من هنا كده لو انا غيرت اشارات لو انا مثلا خليت ده بوزيتيف وجمعت الاثنين مع بعض او طرحت ايا كان يعني يبقى اجمع المعادله رقم واحد مع المعادله رقم اثنين
تمام؟ يبقى عندي هنا 3 اكس تربيع زائد اكس اسف دي باور 3 ولا تربيع دي؟ تربيع اكس باور 3 ايكوال ايه؟ الزيرو ماشي. بعد كده ممكن ناخد ايه؟ ناخد اكس زائد اكس تربيع مشترك. يبقى اكس تربيع خد عامل مشترك يبقى هنا 3 زائد اكس زائد ايه؟ 3 ايكوال ايه؟ الزيرو. يبقى اكس لا اما بزيرو لا اما اكس بكام؟ بماينس 3. خلاص اكس عندك بزيرو هقدر اعوض هنا كده واجيب قيمه الايه؟ الواي ماشي كده؟ يبقى انا عندي هنا شمسين عندي الواي عباره عن كام؟ لو اديت الاشاره مخالفه هتبقى عباره عن ماينس اكس تربيع على ايه؟ على 2. انا عندي الواي عباره عن ماينس اكس تربيع على 2. يبقى انا عندي هنا الواي هتبقى برده مره بزيرو ماشي كده؟ والواي هتبقى مره بكام؟ بماينس 9 على 2 اللي هي ماينس 4 ونص. ماشي كده؟ معايا في اللي انا كتبته ده؟ يبقى انا حليت المعادلتين مع بعض جبت قيمه اكس بترد على اي معادله فيهم جبت قيمه الواي. يبقى انا عندي دي تو كريتيكال بوينت. اول كريتيكال بوينت معايا هي 0 و 0 والنقطه الثانيه هي سالب 3 وسالب 4 ونص. لما اكس كان ب 0 واي كان ب 0 لما اكس ب ماينس 3 واي ب ماينس 4 ونص ماشي. بعد كده هات من هنا اف اكس اكس بتاعتك بكام؟ ب 6 اكس ماينس 2 واي والاف واي واي بسالب 2. طيب والاف واي اكس او اكس واي هنا هنا اسهل هتبقى بكام؟ دي كده فاضله بالنسبه لاكس ماينس كام؟ ماينس 2 اكس. يبقى انا عندي 3 برضه جاي يستوعب هم. يبقى بعد كده جالي الدلتا هكتب لكم الدلتا هنا بحس او امسح دي عشان بس ما تكتبش معاكم الناس اللي ورا تشوف. امسح دي كده شمس يبقى انا عندي شمسين دلتا دي هتساوي كل اف اكس اكس في الاف واي واي يبقى عباره عن ماينس 2 يبقى اضربه بقى على طول يبقى ماينس 12 ماينس 12 اكس زائد 4 واي زائد 4 واي ماينس ده تربيع يبقى اثنين كام شمسين؟ ماينس 4 اكس ايه؟ تربيع ماينس الاف واي اكس تربيع اللي هو ده لما اربع ده كده ماينس هيروح بس في كده ايه؟ كان في شرط ماينس. يبقى انا جبت ايه الدلتا. بعد كده هتجيب الدلتا عند اول كريتيكال بوينت اللي هي 0 و0 انت عندك 2 كريتيكال بوينت. يبقى اجيب الامر عند 0 و0 وتشوف وبعدين تجيب عند النقطه الثانيه وتشوف. عند 0 و0 هلاقي دي كام؟ 0. يبقى هتقول له نوت ديسيشن مش هقدر اقولها تمام كده؟ بعد كده هنجيب الدلتا عند ماينس 3 وماينس 4 ونص. حد يحسبها كده بالقلم؟ هتطلع رقم بص ماينس 12 في ماينس 3 زائد 4 في ماينس 4 ونص ماينس 4 في 9 احسبوها كده اظن هتبقى كلها اغلبها سالب صح؟ سالب 18 سالب صح كده؟ نيجاتيف. الاشاره طلعت معاكم نيجاتيف يعني مين الاشاره؟ طالما طلعت نيجاتيف يبقى ايه؟ نعم؟ ايا كان هي سالب معاكم؟ ايوه يبقى تبقى سالب بوينت ماشي مش مقصود يبقى دي هتبقى ايه؟ سالب بوينت ماشي؟ فاهم الجزء دي؟ سالب بوينت هي نقطة ماكسيمم من اتجاه ومنها من اتجاه تاني. زي كده لو انت عصام او صباع مثلا لو انت عامل صباعك كده هتلاقي لو انت بتصلي من الناحية دي يبقى هتلاقي النقطة دي كده مينيمم. لو بصلها من الناحية دي هتلاقي النقطة دي ايه؟ وبصلها من كده هتلاقي ايه؟ الحتة دي كده عاملة كده والنقطة دي ماكسيمم. حسب رؤيتك للحاجة دي كده بتبقى نقطة بيسموها سالب بوينت هي مينيمم اتجاه وماكسيمم في الرقم تاني لو بصيت لها من اتجاه تاني. طب اقرا السؤال ولا اقرا السؤال اللي عاوزينه؟ نعم؟ اقرا السؤال اللي بيقول عاوز حد هات الاكستريما بيقول لك هات الاكستريما او السالب بوينت. فانت بتعرف ان دي مثلا حسب يعني ممكن ما يبقاش ده سالب بوينت يبقى بتقول لي دي سالب بوينت والاكستريما لو هي ماكسيمم ولا مينيمم. تقول له عند النقطة دي ماكسيمم وعند النقطة دي مينيمم. تمام؟ بعد كده شمسين ده كده بالنسبة لديك دالة وما يدكش أي قيود دي ما يدكش أي قيود للدالة دي كيف اكس اكس الأوبجيكت فانكشن بتاعتك بيقول لك هات الاكستريما بس. تمام؟ بنعمل الكلام ده امسح عشان في حاجة تانية في بقى اكستريما تحت قيود معينة بيسموها كونديشنال اكستريما أو لاجرانج. الكونديشنال اكستريما
نديك الاف اكس واي كده شويه ويقول لك سبجكت بوزيشن الاكستريم ويديك معادله في اكس واي ويديك معادله ثانيه يقول لك الفانكشن بتاعتك دي لها حدود معينه لها شروط معينه بتعمل ايه عشان تحلها؟ اول حاجه بتقول ان اف اكس عباره عن لمده جي اكس يبقى انت منفضل دي بالنسبه لاكس ومنفضل دي بالنسبه لاكس وبساهم ببعض بس بضرب دي في لمده فاول حاجه بقول اف اكس عباره عن لمده جي اكس ثاني حاجه بتقول ان اف واي عباره عن لمده جي واي وثالث حاجه بتقول ان جي اكس واي دي بتساوي الصفر دي هتستفيد بيها برده كمعادله ثالثه ال اس تي نعم اس تي ايه سبجكت 2 سبجكت 2 يعني الكونديشن بتاعك او معرضه لكونديشن معين كونسترين معين شروط معينه انت عامه دلوقتي محتاج ايه قيمه اكس وقيمه واي او الكريتيكال بوينت بتاعتي مديك ده وعندك شرط معين ليه دي جي اوف اكس وواي ليه بوينت معينه في المساله اول حاجه بقول لك ان اف اكس هتبقى عباره عن ضمن جي اكس تاني حاجه بقول اف واي هتبقى عباره عن ضمن جي واي وتالت حاجه بتقول ان دي كده هستفاد بيها كمعادله ثالثه عندك دلوقتي ثلاث معادلات وهيبقى عندك ثلاث مجاهيل، ايه الثلاث مجاهيل بتوعك؟ اللي هو الاكس والواي واللمضة. ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل هتقدر تحلهم مع بعض تلاقي قيمة اكس وقيمة واي وقيمة لمضة. عايز تخش بس ما تظنش تفهم حاجة يعني. في المسألة ايه؟ بيقول لك ان اف اكس واي ايكوال 4 اكس تربيع زائد 10 واي تربيع وقال لك اون ذا ديسك اكس تربيع زائد واي تربيع اقل من او يساوي 4 شوف المثال ده هو اداك معادلتين بس هنحلها بالطريقه اللي فاتت هنحلها بالطريقه دي ازاي؟ هنا بقى كده هنجيب الكريتيكال بوينت عادي وقال لك اون ذا ديسك ده كده هتشوف قال لك كريتيكال دي كده عباره عن دايره نص قطرها كام؟ دايره نص قطرها 2 دايره نص قطرها 2 هتشوف قال لك كريتيكال بوينت من هنا كده واقعه في الاطار ده واقعه جوه الايه الكونتور ده كده ماشي ونسيت النقطه اللي واقعه جواه هتشتغل عليها هتشتغل عليها كانها ايه كريتيكال بوينت معاك لو نقطه خارج الايه الاطار ده خلاص مش ايه مش هتشتغل عليها هو بيقول لك هات الاكستريما في المسار ده بس يعني دي كده كيرف له رسمه كبيره بس هو عايزها في الاطار ده بس عايز الايه كريتيكال اكستريما في الايه في الايه في الـ يعني مثلا لو انا جيت رسمتها لكم كرسمه ادي هنا الدايره ايه نص قطرها 2 ماشي كده وهنا دي لو رسمتها ايا كان بقى شكل الاطاره ممكن يبقى شكل عامل كده بس يبقى هنا ده النقطه دي كريتيكال بوينت بس خارج الايه المسار والنقطه دي برضه كريتيكال بوينت خارج المسار فانا يهمني ان انا اشتغل على الكريتيكال بوينت اللي هتبقى واقعه جوه الايه جوه الايه الكونتور ده كده او جوه الجوه ده يبقى انا في المساله دي اعمل ايه؟ هتكون محلل دي عادي تجيب الايه؟ هتجيب الكريتيكال بوينت بتاعتك وتشوف انا الكريتيكال بوينت بتحقق العلاقه دي ان اكس تبيع زي الوتر دي اقل منها بيساوي الاربعه لو خارج لو ما حققتهاش يبقى مش هتاخدها معاك مش هتشتغل عليها لو حققتها هتشتغل عليها وتجيب لها وتشتغل عليها بالنسبه لها الدلتا وتشوفها ماكسيمم ولا مينيمم ماشي ايش ممكن سبجكت 2 كونسترين اكس تربيع زائد اكس واي زائد واي تربيع ايكوال 31 هو كام واحد حضر في سكشن 2 هو الناس مش منسين عامة كل واحد يحضر في سكشن 1 ما فيش باوند محدش كنا معايا اداني اف اكس واي وقال لي سبجكت 2 اداني معادله ثانيه ماشي كده دي كده ايه كونديشنال اكستريم يبقى احنا قلنا نطبق سوبرنا هنطبق الايه الثلاث خطوات دول لو كان اف اكس واي وزد كنت هتضيف خطوه ثانيه تقول ان اف زد عباره عن ضم ده جي اوف زد ويبقى عندك اربع معادلات في اربع مجاهيل يبقى هنا اول حاجه هتجيب الاف اكس اف اكس بكام شو هنصير ب 2 اكس صح كده عباره عن ضم ده جي اكس هنا بكام
2 اكس زائد اكس زائد اكس زائد واي. تمام كده؟ وبعدين اقول اف واي اللي هي عباره عن 2 واي عباره عن لندا جي واي اللي هي بكام؟ 2 واي زائد اكس. وثالث معادله عندك هي المعادله دي، هتقول ان اكس تربيع زائد اكس واي زائد واي تربيع ايكوال 31. فدي اول معادله، ودي المعادله الثانيه، ودي المعادله الثالثه. ماشي كده؟ تساوي الصفر لو انت تودي بشر مخالفة عادي ايا كان، يعني ممكن تودي ال 31 دي بشر مخالفة يبقى بتساوي ايه؟ الزيرو. ماشي كده؟ بعد كده بقى احنا عندنا ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل هنحاول ان احنا نحلهم مع بعض. ماشي؟ ممكن نحلهم ازاي الخطوتين دول كده؟ فلو انا مثلا جيت قسمت الخطوتين دول على بعض، قسم ده على ده كده هيديني كام؟ هيديني اكس على واي ايكوال 2 اكس زائد واي على 2 واي زائد اكس. ماشي؟ يبقى بعد كده اخد ده كده اضربه هنا واخد ده اضربه هنا، هيبقى عندي كام؟ 2 واي اكس 2 اكس تربيع اسف 2 اكس واي زائد اكس تربيع زائد واي تربيع ايكوال 2 اكس واي زائد اكس تربيع زائد اكس تربيع. هلاقي دي تروح مع ايه؟ مع دي كده، مع دي كده شلون سين. يبقى عندي هنا ان واي تربيع عباره عن اكس تربيع، واي تربيع عباره عن اكس تربيع، يبقى واي عباره عن موجب او سالب اكس اكس، وكذلك اكس عباره عن موجب او سالب واي. ماشي كده؟ فكل ما عليك ان انت انا عندي واي تساوي موجب او سالب اكس، هنستخدم ده كده في المعادله الثالثه. هتاخد اول حاجه هات واي ايكوال بالاكس، بعد كده طول اعمل واي باكس هنا كده، يبقى انا عندك اكس تربيع زائد اكس تربيع برضو زائد اكس تربيع عباره عن 1 وايه؟ و30. ماشي يا شمس؟ يبقى ال 3 يبقى اكس تربيع هتبقى عباره عن 31 على ايه؟ على 3. يبقى الاكس هيبقى عباره عن موجب او سالب جذر 31 على ايه؟ على 3. يبقى انا هنا اول حاجه بقول ان واي بيساوي اكس، يبقى انا استخدمت المعادله دي، اشيل واي احط مكانها اكس، يبقى اكس تربيع زائد اكس تربيع زائد اكس تربيع بكام؟ 31. يبقى 3 من اكس تربيع ب 31، يبقى اكس تربيع عباره عن 31 على 3، يبقى اكس عباره عن موجب وسالب جذر 31 على 3. يبقى هنا من هنا اقدر اقول ان الواي هتبقى عباره عن مره بموجب وسالب جذر 31 على 3، والواي هتبقى عباره عن سالب او موجب جذر 31 على ايه؟ على 3. في اربع قيم لمده؟ نعم؟ في اربع قيم لمده؟ مش لمده، احنا لسه ما اتكلمناش عن لمده اصلا. ما يهمناش اصلا كلمة لندا، انا يهمني كلمة اكس وواي لان هما اللي في الاخر بيحبوا لك الاكستريم. لا خلاص خلينا دي بس، خلينا دي بس ايا كان، سيبكم دي، احنا لسه اصلا اشتريت بوست بس، احنا خدنا واي بيساوي بوست باكس فخدنا دي بس خلاص. يبقى هنا شمسين عندي، يبقى عندي شمسين اداني كده عندي نقطتين، عندي كده ايه شمسين ايه؟ نقطتين. اول نقطة معايا هي جاز 31 على 3 وجذر 31 على 3، والنقطة الثانية هي سالب جذر 31 على 3، والنقطة ودي اللي هي سالب جذر 31 على ايه؟ على ايه؟ على 3. انا عوضت بالسالب اكس واي بسالب اكس، لان احنا معوضين عن واي باكس بس، لسه ما عوضناش عن سالب اكس. شلون سين؟ كنا واي بيساوي اكس، فطلع اكس ليها قيمتين، فالواي برضه من 3 بقى لها قيمتين مساوية لنفس قيمتين اكس، يبقى دي قيمة ودي قيمة ثانية. تمام كده؟ يبقى انا جبت نقطتين في اول شرط، الشرط الثاني هيديني كمان برضه نقطتين. الشرط الثاني هقول ان ايه؟ او الحالة الثانية هقول ان واي عبارة عن ماينس ايه؟ ماينس اكس. لما اجي اعوض في الاش ونصين هلاقي دي عبارة عن ايه؟ هيبقى اكس تربيع ماينس اكس تربيع بعد كده زائد اكس تربيع بتساوي 31. لان دي سالب اكس اكس دي سالب اكس تربيع، اما هنا التربيع ايه؟ هيروح، يبقى دي هتروح مع دي، يبقى عندك اكس هتبقى عبارة عن موجب وسالب كام؟ نازل ايه؟ 31. يبقى الواي هتبقى سالب او موجب جذر 31 لان هي كانت بسالب اكس، يبقى كانت بسالب اكس. يبقى النقطه الثانيه معاك هي بكام بقى؟ بكام؟ لما اكس كانت هتبقى عباره عن جذر 31 الواي هتبقى سالب جذر 31، والنقطه دي لو كان اكس بسالب جذر 31 يبقى الواي بجذر ايه؟ 31. طيب هل دلوقتي انت دلوقتي لسه ما عرفتش ماكسيمم ولا مينيمم؟ قال لك فيهم ماكسيمم ومينيمم، المفترض تعمل ايه؟ تاخد الاربع نقط دول وتعوض فيهم في المعادله دي. تاخد الاربع نقط دول وتعوض فيهم في المعادله دي. ماشي كشمون سين؟ اكبر قيمه هي عندها ماكسيمم
واقل قيمه عندها ايه مينيمم. ممكن يبقى ماكسيمم عند النقطتين عادي مش مشكله، واثنين لو لقيت الاثنين متساويين يبقى دول عندهم ماكسيمم. يعني مثلا لو جيت اعوض دولت هتلاقي دي او لو جينا نعوض بدي او بدي هديك نفس القيمه، لان فينا ايه تربيع ماشي الاشاره تمام كده. ولو جيت تعوض بدي او دي هيديك برده نفس الايه نفس القيمه، بس دولت هيبقوا عندهم ماكسيمم لان هنا مش مقسومين على بقى على 3، هنا مش مقسومين على 3. ايوه يبقى دولت عندهم ماكسيمم، النقطتين دول عندهم ماكسيمم، والنقطتين دول عندهم ايه مينيمم. يعني ممكن يبقى عندك اكتر من ماكسيمم واكتر من مينيمم، مفيش مشكله. ما الرسم الكيرف بتاعك ايه، ممكن يبقى فيه ماكسيمم كتير وممكن يبقى فيه مينيمم كتير ماشي يا نصيب. يبقى بعد ما تجيب النقطه دول بتعرف ماكسيمم مينيمم منين، بتعرفها من المعادله، هتعوض النقط دي في المعادله. اكبر قيمه عندك هتبقى ماكسيمم واقل قيمه عندك مينيمم. لو لقيت قيمتين اثنين نفس القيمه واكبر حاجه عندك يبقى في اثنين ماكسيمم، لو لقيت عالي يعني العدد مش محدود معايا، مش شرط يبقى واحده بس ماكسيمم وواحده بس مينيمم. تعال اديكوا امثله كمان على ده، اديكوا كمان مثال بعد كده. امسح ده مش حاجه ايه؟ لا مش بص او نت، انا بقول لك عوضي الاربع نقط دول وهتشوف القيم اللي طالعه لك دي. اكبر قيم معاك، اكبر قيم معاك هي ماكسيمم، واقل قيم معاك مينيمم. الاقل مش شرط يكون سالب. حكمت عليه ايه؟ ماشي، ده كان لها شرط معين ما لناش علاقه بيه. يعني كان احنا قلنا ده كده بنستخدمه امتى؟ لما يكون كونديشن اكستريم. واللي فاتت برضو بعد ما عرفت هي ماكسيمم ولا مينيمم قلت لك عايز اديتها قيمه هتعوضي في الداله، ممكن الداله تطلع بوزيتيف برضو مش شرط. يعني انا بقول لك كنت بقول اف اكس اكس هي اللي اقل من الصفر، السلوب بتاعها نازل. اف اكس اكس اقل من الصفر يعني السلوب بيبقى عندها ايه؟ نازل كده، يعني لا علاقه بالرسم. ماشي كده، مالهاش علاقه بقيمه الداله. ماشي؟ والامتحان برضه يبقى فاينل ام سي كيو؟ ها؟ فيش حسين بيقول لي ايه؟ عايز الماكسيمم برودكت، بيقول لي فايند ذا ماكسيمم برودكت اوف بوزيتيف 3 نمبرز. يعني هو قال لي دلوقتي الارقام بتاعتك بوزيتيف ماشي كده 3 نمبرز ماشي، فانا افترض الارقام بتاعتي هي اكس واي وزد وقال لك ان دول بوزيتيف ماشي يا حسين، عايز الماكسيمم برودكت بتاعته. يبقى الاوبجكت فانكشن بتاعتك هي البرودكت، الاوبجكت فانكشن بتاعتك اللي انت عايز تبقى ماكسيمم هي الايه؟ البرودكت اللي هي الاف اكس وواي وزد، دي هي الاوبجكت فانكشن، هي عباره عن اكس وواي في زد ماشي كده؟ طالما قال لك هات الماكسيمم برودكت يبقى الاوبجكت فانكشن بتاعتك اول حاجه بتكونها اللي هي عباره عن الضرب ماشي كده؟ وقال لك الارقام بتاعتك دي بوزيتيف، وقال لك السم بتاعها ايكوال اس، هو ده بدايه الاس. احنا ممكن نغير الاس ده نخليها اي رقم لو احنا عايزين نغير في المساله. يعني بدل عشان ما تبقاش فينا بدايه الاس، ممكن لو عايزين نسيبها بدايه الاس عادي نحلها ويبقى الاس موجود معاك في كل خطوه وانت بتحل. قال لك الصم بتاع ايكوال اس، يبقى عندك هنا اكس زائد واي زائد زد، ده عباره عن اس رقم معين. الاس ده ممكن يبقى 10 5 ايا كان. لو عايزين احطوا لكم رقم ولا خلاكم بسبب بدايه الاس؟ خلاكم بدايه الاس، يبقى ده سبجكت 2 اس. وخد بالك اكس واي والزد بوزيتيف، بحيث لو طلع لك اي اشاره نيجاتيف ايه؟ هنعمل لها نيجليكشن. يبقى اول حاجه لما يقول لك هات ماكسيمم كذا او هات مينيمم كذا يبقى دي هي الاوبجكت فانكشن بتاعتك. قال لي ماكسيمم برودكت، يبقى الاوبجكت فانكشن بتاعتي هي برودكت وعايز يطلع ماكسيمم. ماشي يا حسين؟ يعني عايز لما لو طلع لك اكثر من قيمه هتشوف قال القيم اللي بتحقق لك ان دي تبقى ايه؟ ماكسيمم. ماشي؟ ودي الكونسترين بتاعتك، قال لك ان اكس زائد واي زائد زد عباره عن اس. يبقى اول حاجه هتقول ان اف اكس عباره عن ضم ده جي اكس، اف اكس هنا بكام؟ بواي زد عباره عن كام؟ ضم ده، وهنا دي كده جي اوف اكس بكام؟ واحد. واحد صح كده؟ معايا؟ دي بواحد. تاني حاجه هتقول ان اف واي عباره عن ضم ده واي، اف واي هنا بكام؟ ناقصين اكس زد، اكس زد عباره عن كام؟ ضم ده برضه. وهنا ده الاف زد هنا بكام؟ الاف زد هنا عباره عن اكس واي عباره عن كام؟ ضم ده برضه. ماشي كده؟ طيب تمام،
هو طيب معادلة بتاع رابع معادلة معاك هي x y زائد z عبارة عن x زائد y زائد z عبارة عن ايه؟ عبارة عن x. يبقى دي عندي اربع معادلات في اربع مجاميع. طالما عندك x y وz ولا اعرف ان انت لازم تكون اربع معادلات. المعادلة الاولى كانت هي عبارة عن المعادلة الثانية دي هنا عشان كانت في x y وz استخدمت واحدة كمان اللي هي f z عبارة عن لمدة g z. حد فاهم مش فاهم حاجة دلوقتي؟ بعد كده بقى ايه هنحاول نجيب الـ x والـ y والـ z. هنرسم هنا شو هنسيب مش انا اقدر ارسم الاثنين دول على بعض؟ تبقى y سوري هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي y على x سوري كام؟ واحد. من هنا اقول الـ x عبارة عن ايه؟ y. واخد دول اقسمهم على بعض اقدر اقول الـ z على الـ y عبارة عن كام؟ واحد. يبقى الـ y بيساوي كام؟ زد. زد. يبقى من هنا اقدر اقول هنا الـ x كان بيساوي y y بيساوي z يبقى اذا الـ x تساوي y تساوي الايه؟ الـ z. بعد كده اقدر اسال المعادله الثالثه يبقى عندك هنا ممكن اشيل واي واحط مكانها اكس واشيل الزد برضه واحط مكانها اكس يبقى عندك 3 من الاكس عباره عن كام؟ عباره عن اس. يبقى الاكس بكام؟ اس على 3. يبقى برضه الواي هتبقى عباره عن اس على 3 والزد هتبقى عباره عن اس على ايه؟ على 3. ماشي كده؟ طيب بعد كده اقول لك عايز هو الماكسيمم برودكت. يبقى الماكسيمم برودكت بتاعك يبقى عندك هنا اللي هو اس على 3 اكس اس 3 والواي اس على 3 والزد برضه اس على ايه؟ على 3. يبقى اضرب الثلاثه دول في بعض يديك اس باور 3 على 27. يبقى ده هو الماكسيمم برودكت بتاعك. ده احنا جبنا قيمه اكس والواي والزد اللي اتحقق لك ماكسيمم برودكت. هو عايز بقى الماكسيمم برودكت نفسه هتعوض ايه؟ المعادله دي كده قيمه اكس اللي اتحقق لك ماكسيمم كذلك واي وكذلك زد تطلع معاك اس باور 3 على 27. ممكن بقى بدل اس بقى يحط لك اي رقم ثاني. كانت هنا دي اكس هتبقى لها رقم كنا برقم والواي كنا برقم والزد كنا برقم فكنت هتحسبها وهتجيب الماكسيمم برودكت ليهم بكام. هي ماكسيمم ايه؟ دي كده ماكسيمم برودكت هي عامة مالهاش منهم يعني انت ما جبتش كونتين عشان هي دي ماكسيمم. لو كونتين هتشوف انهي واحد اكبر. شوف انهي واحد اكبر. هتلاقي المسألة لو عايز كومتين لازم انا اغير لك في الفيلد دي عشان يظبط لك موضوع ان انت جبت كومتين. لازم يغير لك في الايه في الشكل ده كده. هنا دي طلعت قيمة واحدة بس. طلعت حاجة واحدة بس. فهتعتبر ان ده هو الماكسيموم بتاعك. ماشي؟ فهمت الجزئية دي شو بسيطة؟ ده كده بالنسبة للكونديشنال اكستريما. الاكستريما العادية زي ما قلنا كده ما بدكش شرط تاني فبتجيب الكريتيكال بوينت وبعد كده بتجيب الدلتا وتشوفها عند الكريتيكال بوينت دي لو بصفر لو بوزيشن اقل من الصفر سالب اكبر من الصفر هتبص على اف اكس اكس لو لقيتها اقل من الصفر يبقى ماكسيمم اكبر من الصفر يبقى مينيمم. ده كده بالنسبه لايه؟ الاكستريما العاديه مش بتديك اي شروط. اما بتديك كونديشنال اكستريما فبتستخدم القوانين دي بتكون ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل لو كان عندك اكس واي بس لو اكس واي زد هتلاقي اربع معادلات في اربع مجاهيل. كل ما عليك انت تحل المعادلات دي مع بعضها تغير قيمه اكس وواي والزد وبعد كده جبتهم خلاص بترجع تعوض المعادله بتاعتك الاكبر قيم تبقى ماكسيمم واقل قيم بتبقى مينيمم معاك. ماشي يا نصير؟ Thank you.